والسادة الحضور الكريم. في إطار مجموعة من الروبورتاجات والبرامج التي تعدها لكم إذاعة مابيل انتيغ بمناسبة شهر رمضان المبارك، أمسيات الحسيمة الرمضانية عبارة عن أنشطة ثقافية فنية تسهر على تنظيمها مندوبية وزارة الثقافة والاتصال بالحسيمة بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، واليوم وبدار الثقافة مولاي الحسن وكبت الجماهير الحسيمية فعاليات اليوم الثالث من الدورة الحادية عشرة والتي تمتد من 14 إلى 17 أبريل الجاري، أمسية من تقديم شباب أبدعوا في فن المديح والسماع. تنظم المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في قطاع الثقافة دورة 11 من الأمسيات الرمضانية، وذلك من خلال فترة ممتدة ما بين 14 تل 17 أبريل 2023 بدار الثقافة الأمير مولاي الحسن. البرمجة ديال فعاليات أمسيات رمضانية هذه السنة كتعرف برمجة متعددة ومتنوعة تتماشى مع روح الشهر الفضيل. يعني بدينا في الافتتاح بليلة البراعم اللي كانت من تنشيط جمعية ريف للسينما والتنشيط الثقافي. اليوم الثاني كانت أمسية دينية خاصة للنساء والأطفال، واليوم كنا مع أمسية المديح والسماع من تنشيط وتقديم مجموعة الهداية للإنشاد والسماع الديني مع المقرئ والمنشد عدنان السباعي وبرئاسة الفنان محمد الغاسي. واليوم الأخير غادي نضربوا موعد الجمهور مدينة الحسيمة مع عرض مسرحية حمو أريتيرو من إنتاج فرقة أوراس للمسرح الأمازيغي، وفي الصباح عندنا برمجة استثنائية للأطفال مسرح العرائس من تنشيط جمعية الكشف المنير، وورشة الحكاية الدينية من تأطير الأستاذة فرح بن علي. برمجة ديالنا لقات استحسان كبير من طرف جمهور مدينة الحسيمة، وكنتمنوا أننا نفاتحوا في الأمسيات الجاية إن شاء الله على فضاءات أخرى بالمدينة. نهار النقاي جن أمسية هذه جن ليلة طيب بحث بزاف قي الدورة الحادي عشر في الأمسية الرمضانية تنظمت المديرية الإقليمية بالحسيمة. سيتي ماتيري عجباسي الجمهور دينة الحسيمة العمل اللي سنقدم أقل مجموعة النغط المواهبية غنغضة قيثن دينة الحسيمة سيتي مغ أنه يعني وتريشي تمزي قاروت وتريشي تنقاروت عاذا أمسية تنظر إن شاء الله قيثن دينة الحسيمة مزي ثندينتا تعنا بزاف الفقر في مجال ما هو السماع ذا المديح. أيوزيك نيو، شكرا جزيلا للجمهور دينة تبعنا. جيت سعيد اليوم بالحضور ديالي في الليلة الثالثة من ليالي الأمسيات الرمضانية اللي كتقدمها المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بمدينة الحسيمة. اليوم صراحة أتحفونا فرقة الهداية اللي أتحفونا بالمديح بالسماع والمديح. طبعا كانت واحد الأمسية رائعة، أمسية روحانية اللي طبعا استمتعنا بها واستمتعوا الحضور الكرام واستمتعوا أيضا الأطفال اللي كانوا حاضرين معنا. كنتمناو أن هذه الأمسيات الرمضانية تستمر، وكنحيي المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة في شخص الأخ كريم أعمول اللي هو كيسهر بيدو على هذه الأمسيات هذه باش تنجح. إذن هي برمجة خاصة تقدمها مندوبية وزارة الثقافة والاتصال بمدينة الحسيمة خلال شهر رمضان المبارك. الدورة الحادية عشرة من الأمسيات الرمضانية بالحسيمة تعد واحدة من تلك الأنشطة التي تعطي الفرصة للشباب المبدع للتعبير عما بداخله في إطار مقنن وجو إيجابي. من الحسيمة لكم تحيات بعثة مابيل انتيغ تي في عادل الحمادي وعلي الخسيمة.